اهلا بيكم، انا ميلاد السكري، والفيديو ده برضو عن السجاير وازاي هنبطل سجاير، لان ناس كتير بعتت لي خصوصا في رمضان هما تعبانين عشان هما صايمين عن السجاير، وابتدوا يقولوا طب لو في طريقه فعلا ان احنا ممكن نبطل من غير ما نتعب قوي، طب ليه لا، طب ما نجربها. فكان في كذا اسئله عليها. لما هنعمل الربط ده هيجيلنا افكار، وكمان كتير قوي السجاير بتبقى مربوطه بمواقف، يعني مثلا لما بقعد على الكرسي ده واخد القهوه بطلع السيجاره، انا هغير ده، مش هقعد على الكرسي ده. لو انا بصحى الصبح هقعد على الكرسي ده، انا مش هقعد على الكرسي ده. لو باخد القهوه في الماج دي، مش هاخده في الماج دي. تاني حاجه، ممكن تكون السجاير دي بتديني فرصه ان اقعد مع نفسي، طب بس اخد سيجاره كده ارتاح وبعدين اجاوب او ابتدي اتعامل مع الدنيا، فهاخد بالي هي مربوطه بايه، وفي اللحظه دي اللي انا محتاجه ابقى مع نفسي ممكن اعود نفسي انا هو ايه اللي محتاجه، وانا محتاج اخد بريك، اخد الفصله دي. ناس كتير جدا تقول لك بس يطلعوا السيجاره قبل ما يردوا، لو حاجه عايزين يفكروا فيها او حاجه مضايقاهم شويه. فانا هعرف انا ايه اللي جوايا وهبتدي اتعامل مع ده لوحده من غير السيجاره، هبتدي اتعامل مع الحقيقي الموضوع اللي مخليني محتاج السيجاره. في نفس الوقت طبعا هعمل ربط على السيجاره، وهعمل تاني دلوقتي ربط على السيجاره، لان هعمل على حاجه من الروابط دي اسمها روابط. فافترض ان الروابط عندي بتقول عشان اركز لازم اخد سيجاره مع القهوه واتظبط كده على الصبح، هعمل ايه؟ هعمل الربط على الموضوع ده. فحاول بالرغم ان انا معتقد انه عشان انا اروق وافوق واتظبط على الصبح لازم اخد السيجاره دي، انا بحب اتقبل نفسي رغم ان انا معتقد ان انا محتاج السيجاره دي، انا بحب اتقبل نفسي رغم ان انا معتقد ان من غير ما اخد السيجاره دي مع القهوه عقلي مش هيتظبط ومش هعرف اشتغل النهارده، انا بحب اتقبل نفسي. وهبتدي الربط العادي بتاعي، وهبتدي اتكلم على الموضوع لايك محتاجها عشان اركز، محتاجها قوي، لا ما انا اتعودت عليها بقالي سنين، مش معقوله دماغي هتتظبط من غيرها، انا محتاجها، انا حاسس اني محتاجها، انا محتاج السيجاره دي. هبتدي اتكلم كتير. المره دي انا برضو اتكلمت على احتياجي ليها، احتياجي ليها قبل كده اتكلمت في قد ايه هي حلوه. احنا هنتكلم على الحقيقه، عقلي شايف ان انا محتاجها، مش هقوله انت مش محتاجها انت مش محتاجها، مش هيصدقني، مش هيشتغل الربط كده. عشان ناس كتير بتسالني ازاي كده بنقول الحاجه دي ونبطلها، هو الحقيقه هي مكتوبه بكذا طريقه، وانا بالربط ده بكسر الوصله اللي مكتوب فيها المعلومه دي ان انا محتاجها انا محتاجها انا محتاجها انا محتاجها. يعني طبعا عشان نفهمه قوي لازم ندرسه، واللي حابب يدرسه يتواصل معايا، بس للاستخدام العادي كلنا ممكن نستعمله، استعملوه جربوه قولوا لي النتائج. واللي محتاج مساعده اكتر عشان فعلا يتخلص من السجاير يكلمنا في المكتب، عندنا متخصصين يقعدوا معاكم بحيث نخلص خالص من السجاير دي في اسرع وقت، لان هم عارفين كذا نوع البرمجه، ايه اللي حاصل مخلي حد يشرب سجاير، وفي اسباب كتيره، فبيكسروا كل البرمجه دي، ما تحتاجش السيجاره. لا، عايز صحته تبقى احسن وحياته تبقى افضل ويوفر فلوس كمان ويتخلص من السيجاره اللي مسيطره عليه دي، بليز تواصلوا معانا عن طريق اليوتيوب، عن طريق الصفحه ميلات السكري. كمان لو محتاجين مساعده عشان تبطلوا اتصلوا بينا، هنساعدكم تخلصوا من هذه العاده. شكرا.